القرص اللي تحت اللسان ده طبعا علاج فعال عند وجود اي ازمه بتاعت ازمه في الشرايين. هو القرص ده عباره عن ماده النيتروجليسرين المشهوره. القرص ده بنحطه تحت اللسان في مجموعه من الاوعيه الدمويه تحت اللسان. لما بنقلب لساننا كده بنلاقي شويه اورده وشرايين تحت كده. القرص ده بيمتص من خلال هذه الاورده بيوصل للدم في ثواني، اكن واحد خد حقنه، لكن لو اتبلع طبعا بياخد وقت على ما يشتغل. فتحت اللسان لانه بيمتص من خلال الاوعيه الدمويه اللي موجوده تحت اللسان، فبيكون وصوله للدم في خلال ثواني بيفك الازمه، لانه ماده النيتريتس دي ماده موسعه للشرايين التاجيه. يعني ده يعتبر هو الحل الامثل في وقت طبعا احنا بنقول ده للمريض الشريط ده يبقى في جيبك، تمشي مثلا الراس اللي هي تحت اللسان دي، لا قدر الله شعرت باي الم في الصدر بتحط القرص ده بيمتص خلال ثواني عن طريق الاوعيه الدمويه اللي تحت اللسان. هل يا دكتور بيبقى الم في الصدر بس ولا ممكن مثلا دراع الشمال او دراع اليمين بيبقى في حاجه مثلا الم في الظهر؟ يعني ممكن تكون ايه ممكن اعراض شويه ان انا احس بيها؟ الام الشريان التاجي ممكن تحصل في اماكن عديده، ممكن المريض يقول ان الالم ده في صدري ريتروسترنال يعني ورا عظمه القص، ممكن الكتفين الكتف اليمين والشمال، ممكن الرقبه، ممكن الفك اسفل الفك، ممكن في الدراع الجزء الداخلي من الدراع، ممكن في كف الايد، ممكن في فم المعده، ودي حاجه مهمه قوي. واعتقد كان في سؤال في الحلقه اللي فاتت ان او احدى الحلقات السابقه ان مريض جاله الم شديد في المعده وتشخص على انه عنده التهاب في المعده وكانت جلطه في القلب واكتشفت بعد 3-4 ايام، فممكن الالم يكون في المعده. فالام الشريان التاجي هي الام يعني في اماكن كتيره، مش شرط يكون الم في الصدر. بس اهمها يا دكتور الام الصدر طبعا اكثرها طبعا حدوثا هو الام الصدر، لكن ممكن تحدث في اماكن تانية زي ما قلنا الكتفين والرقبه والفك وفوق. يبقى الم برضو زي نفس فكره الصدر، يعني الم بيجي سواء في الرقبه او في الكتفين ويروح مع توقف بالزبط. الحركه بالزبط. او المجهود القوي الم بيزيد مع المجهود. وبرضو عايز انوه لنقطه، مش شرط المجهود ده يكون مجهود بدني. يعني مش شرط وانا ماشي، يعني في واحد يقول لي انا بمشي كويس جدا لكن بشوف بتنرفز شويه في الشغل بيجي لي الازمه. يعني ممكن الانفعال يجيب الازمه اكتر من المجهود البدني، يقول انا بطلع سلالم ده انا جاي مش عارف ماشي بقى لي كيلو ماشي وما حصليش حاجه، لكن اتنرفزت امبارح حصل لي الم. فممكن الالم ده يكون الم، ممكن المجهود يكون مجهود فيزيكال، مجهود بدني او مجهود نفسي، ستريس انفعال. ممكن ده في ناس تقول اتفرجت على فيلم مثلا في التلفزيون تعبت وجالي الازمه. كنت بشوف ماتش وتفعلت في الماتش وجالي الازمه. فمهم ان احنا برضو ناخد بالنا نساله هل الالم ده مع انفعال او توتر مش شرط مع المجهود، عشان ما نفوتش حاجه زي دي. اكيد يعني ممكن مريض بيعمل مجهود كويس جدا بس بيشوف مثلا ماتش ويتنرفز وبتاع فبيجي له الازمه. في ناس يا دكتور بيبقى عندها بس كمان زي وسواس كده، اللي هو انا عندي اي وجع في اي حته يبقى ده ليه علاقه بالقلب، سواء اللي هو يعني ممكن يسمعنا دلوقتي يقول طب انا رقبتي ممكن يحصل كذا او كتفي او صدري. فعشان كده بسال لحضرتك الالم قوه احتماله قد ايه، او يعني بيبقى شديد او ضعيف، بيستمر وقت قد ايه، ممكن يكون ده مؤشر ان انا عندي مشكله او ان ده ممكن يكون بسبب حاجه اخرى غير القلب. مش عايزين طبعا نوصل لان احنا نخاف، مش اي الم في الصدر الم القلب، يعني اغلب الام الصدر نتيجه اسباب تانية، برد، الم في العضلات، الم في المعده، الم في المريء، حاجات كتير قوي. احنا يعني هنتكلم برضو اتكلمنا قبل كده عن الام الصدر. زي ما قلنا في حاجتين مهمين قوي اميز بيهم الم القلب او الم الشرايين، الالم النمطي اللي هو بيجي مع المجهود ويروح مع الراحه، وجود عوامل خطوره. يعني مريض اتكلمنا عنها يعني مريض ضغط وسكر بيمشي يجي له الم، لا دي الم قلب. لكن واحد مثلا بيقول ده انا بعمل دراعي كده، لا ده مش الم قلب. في حاجه معروفه قوي برضو عندنا في طب القلب اسمها كاردياك نيوروزس اللي هو عصاب القلب، ان المريض يتوهم انه عنده القلب وكل شويه يجي له الم في الصدر يقول ده انا مريض عندي القلب. فالنيوروزس دي مرحله برضو زي ما حضرتك بتقولي كده اللي هو توهم بقى المرض نتيجه وجود الام بس مش من القلب. فلا احنا ماشيين نقلق ولا نخاف، ولو اطمنا وعملنا فحوصات وطلعت سلبيه يبقى الحمد لله ما خسرناش حاجه.